وهاك داود يلا حال كاني هادا كهر ميحين حارونستان بلس سامينتي كدالتي دبكي حوغنا ايكو هبسدي سوق وين ايواهين اي مقالة دهرقيسا ايا كاني اسبدل كهال كان كجرا حال كان واه برتمه هادو حوين ايا وحا ايستانو نغطي بابورتي كا ركابسن جري اقاقار كفوق اللوي قان چاچبكا اما بابورتي الرائي اللوي قاني چبای چبای دا بابورت هاد حال كان كان ركابسن ايسا ايا وحا اي اول كان ركابسن جرين حال كاس اوه اضاف كهوري السوقا يوغو كتلابي جري دوحا بالسي داد كاي مصيبة دو كوهبستي او سوق غوري اسلامر كاسين دوحا الا دوحا قر كيسي سو دي ايا كيني اني غوران بابورتني او اي دوحا برتن كيدا تغان غار كمي دا دارو والادا جاديد كني او انقار كل شاكي استا ايا شاكي ان انا الا هد جرين قرشيال لولا وداقي او كو ادن حال كا يستان كردiga دوران اما با اي تنبدل كيدا كرركابسان دوران balse waxay sheegeen in rajo ka qabaan in halkoodu hore ku noqon doonaan dadka halkoodu soo degay ee ganacsatada kala duwan hadan yarta u badan goob kale lageyn doono markale waxay walaac ka muujiyeen hadii roob imaado halka ay ka rakaabsan doonaan iyo sida ay isku heli doonaan maadaama ay u talaabi karaan dooxa dhinaciisa kale dadkii ay wadeegi jireen daawadyaal tani waa saameyn ka dhalatay dabkii xoogganaa ee magaalada Hargeysa waana isbeddelka ku yimid goobihii ganacsiga ee magaalada Hargeysa iyo habkii shaqeeya suuqa waqadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhabaal iyo Badr Muhiyadin wararka muqbahiya caalamiga ee SM News magaalada Hargeysa.